إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، احنا مع الزعيم ديال الأكباش المغربية اللي هو السردي. السردي محبوب المغاربة، هو اللي كيقولوا راس سوق يعلى ولا يعلى عليه. وصل الثمن ديالو في مرجان 83 درهم، في باقي الأسواق الأخرى وصل الثمن ديالو 85 درهم. مع العلم أن السردي بسبب من القلة ديالو فبداو كيعتمدوا على استيراد الأكباش الإسبانية والبرتغالية. تبارك الله، هذا اللي كتشاهدوا امامكم ديال 8500 درهم، هذا اللي امامكم 8500 درهم، هذا اللي كتشاهدوا امامكم ومبيوع راس الصباغه في القرن ديالو اللي كتلقاو فيه الاحمر، عرفوه مبيوع 8500 درهم. هادو كاملين اللي كاينين تما الليمن كلهم مبيوعين، هادو تا هما مبيوعين فيهم شي وحدين اللي مازال مبيوعش راه مازال نور، 8500 درهم. هذا اللي كتشوفوا قدامكم 8500 درهم. السي مغاربة واش الغلا بزاف؟ الغلا بزاف اصدقائي. البلا قلت لك البلا راه بلا نيت الغلا كثر من العام اللي فات، زيدت 2000 درهم 1500 درهم. متخيلوا دابا هذا 8500 درهم، هذا انا اللي بغيت نخلصو. الحلاوه ديالو بالنسبه للشوفه ديال العين، الحلاوه ديالو واحد 4000 درهم، 8500 درهم الثمن ديالو. هذا دابا اللي كتشاهدوا امامكم، هذا دابا هذا اللي جينا نعبروا وجينا نشوفوا الثمن ديالو، هذا تلقاه بواحد 7000 درهم سهولة. المهم راه الغلا، الغلا بزاف. ديروا عفاكم الناس اللي كيشوفوا الان اللي متبعين هذا المباشر، ديروا واحد الكالكول عفاكم، ديروا 75 كيلو، 75 كيلو ياك في 83 درهم، ديروا 75 في 83، لا 76 كيلو في 83، نشوفوا شحال غادي تعطي. صديق اللوردي 4000 درهم، هذا هو هذه الحلاوه ديالو، ماشي اول عيد ولكن الحلاوه ديالو 4000 درهم، ولكن الغلا 8500 درهم، واه ثاني راه بزاف. راه في خبرك دابا ملي غادي يفوت العيد الكبير، ويلي ويلي عرفتي شحال غادي يوصل الغنمي، اللحم هذا الكزاب عاولوا له واحد 150 درهم. المهم المكحطين والفقراء غادي يوليو ياكلوا مره واحده في العام 150 درهم اللي غادي يوصل. هادشي كتشوفوا فيه وكتسناو فيه هو اللي غادي يجيكم هنا القدام. ديروا لنا واحد العمليه حسابيه الله يخليكم، ديروا لنا 76 كيلو في 83، عطونا شحال عطات. حمرين
اذا 6308 درهم ياك، هذه 76 كيلو، 76 كيلو 6300 درهم، المهم 6300 درهم. اذا هي 100 هي شحال، 126 الف ريال. الناس اللي كيفهموا الريال 126 الف ريال 76 كيلو. اذا لا درتي 80 كيلو وصلنا ل 7000 درهم، وصلنا ل 7500 درهم. المهم راه كاين الغلا. هذا اللي غادي، هذا اللي غادي كيتعنقر 8500 درهم. المهم الكيلو كاين الناس اللي ما كيسلكهمش، لان الكيلو شويه صعيب، خاصك تحسب فلوسك في الدار عاد تجي على فلوسك غادي تاخذ. الله يسر كل واحد ان شاء الله، ولهلي يحرم شي واحد من فرحه العيد، وبالاخص الايتام والارامل، فالناس اللي الامور ديالهم ميسره ربي يعطاهم ويسر لهم. ما ينساوش خوتهم اللي ما عندهمش الامكانيات، ولو ان العقليه المغربيه يستحيل ان تقبل كلمه الا ما عندكش ما تعيدش، راه يمشي يتسلف ويعيد. فتساعدوا بعضياتكم، اللي ما عندوش تعاونوا معاه، تجمعوا لي بعضياتكم، الله يسر الامور، لان العيد هذا العام ماشي بحال السنين اللي فاتوا. Thank you.